واحد بيقول ما هي أهمية البخور في الكنيسة؟ البخور وصية من ربنا وأمر ربنا بصنع البخور والمواد الموجودة فيه في سفر الخروج إصحاح 30. والبخور ده له معاني طقسية كثيرة وله تأملاته، فهو أولا كرائحة زكية تكون موجودة في الكنيسة، ولذلك أنا قلت لكم برضو أن المفروض البخور يكون من البخور العطر زي ما ورد في سفر الخروج إصحاح 30، وأيضا عبارة عن بخور صاعد إلى فوق يمثل الصلاة التي تصعد إلى فوق، فهو رمز لهذه الصلوات. والبخور بيصدر من نار تحترق فيها حبات البخور، وهذه النار والحرارة رمز لقلب المؤمن المملوء بالحرارة الروحية اللي تطلع منه الصلوات، وأيضا رمز إلى بذل الذات، لأن حبة البخور بتبذل ذاتها من أجل أن تعطي رائحة زكية للناس لغاية لما تنتهي حبة البخور، ولكن الناس يتمتعون بالرائحة، وأيضا ربنا تصعد إليه رائحة البخور. كمان البخور فيه رموز، الشرية والفحم والنار رمز اللاهوت المتحد بالناسوت، والشرية رمز لبطن العذراء فيها إله.